الأوروبي، وأيضا الجنس بترتفع الخطورة عند الرجال بنسبة أكبر من النساء، هي بشكل عام، بينما تتساوى في أعمار الشباب بسن 35 إلى 44 سنة، وعند المسنين فوق 80 سنة، لأنه بروح بمفعول يعني الاستروجين الواقع من الحوادث الوعي الدماغي والآفات القلبي. أيضا كذلك في حال وجود قصة عائلية للنشبي مثل الإصابة عند التوائم الحقيقي ووجود أمراض وراثية قاهرة، العوامل الخطورة القابلة للتعديل والقابلة للتحسن بشكل مثبت، عندنا ارتفاع التوتر الشرياني، تخفيض الضغط بمقدار 10 ملل زئبق بخفض نسبة خطورة النشبات الدماغية بنسبة 31%، الداء السكري، أثبت دراسات أنه ضبط الداء السكري عند المرضى السكريين بيحسن من الإنذار، أيضا التدخين بيرفع نسبة الإصابة بالنشبات الإقطارية إلى الضعفين. كل هاي العوامل هي عوامل قابلة للتعديل. الرجفان الأذيني خطر النشبة الإقطارية يزداد 5 أضعاف إذا كان الشخص مصاب بالرجفان الأذيني، وبالإضافة مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة أنه نسبة هامة من النشبات مجهولة السبب بكون سببها الرجفان الأذيني، تقريبا نسبة 10% من الحالات النشبات الإقفارية مجهولة السبب بيلتقى فيها عند المرضى رجفان أذيني، إضافة إلى بعض العوامل التي تساهم في حدوث النشبات والتي تكون أيضا قابلة للتعديل مثل تضيق السباتي والحمي والبداني والإنتانات وارتفاع البروتينات الشحمية، وأيضا ارتفاع شحوم الدم، فقر الدم المنجلي، أيضا الكحولي، ارتفاع الهيموسيستين بالدم، هذا من عوامل خطر الإصابة بالتصلب العصيدة، العلاج بالهرمونات البديلة، الأمراض القلبية، أيضا قلة النشاط الفيزيائي والحالات فرط الخثار والالتهابات. هلأ هناك عوامل خطر جديدة، هي عوامل تم اكتشاف حديثا ولها علاقة بالاعتشاء، ولكن ما تزال قيد الدراسة، وتتضمن مشعر كتلة الجسم البادي ماس اندكس والشدات النفسية، أيضا عدم تناول الخضار والفواكه، حيث لوحظ أن نسبة الاحتشاءات تكون أكبر بشكل ملحوظ عند الأشخاص الذين لا يتناولون الخضار والفواكه، أيضا ارتفاع حمض البول، ارتفاعه لنسبة مرضية أو بشكل غير مضبوط يعد عامل خطورة، يعني بشكل عام إذا ارتفع أكثر من 8.5 ميلي جرام ديسلتر، ولكن مو مثبت لحد الآن. بعض المورثات يمكن تأهب لحدوث احتشاءات دماغية، وأيضا من العوامل غير مثبتة هي أنه يكون في التهاب يعبر عنه بارتفاع CRP. أما نقص الصفيحات وقصة علاج بمضادات التخثر أو المميعات، كلها عوامل خطر للسكتة النزفية ولكن ليس للإقفاري. هلا التدبير الأولي للاحتشاء الدماغي، بالاحتشاءات الدماغية عادة بالإسعافات العصبية الوقت من ذهب، وبهالحالة هي الوقت يساوي الدماغ، فالنشبة الدماغية هي حالة إسعافية، وكل لحظة تمر قبل تدبيرها سيدفع المريض ثمنها من خلايا دماغية، كل دقيقة نتأخر فيها بالتدبير يتموت فيها ما يعادل 2 مليون خلية عصبية، وكل 12 دقيقة يتموت فيها ما يعادل حجم حبة الحمص من الدماغ. هلأ العلامات الموجهة لحدوث النشبي، عند استدعاء الطبيب لمنزل المريض أو إحضار المريض للإسعاف نبحث بداية عن علامات النشبي، وأولها اللقوي المركزي، هي اللقوة المركزية تحدث بسبب أذية العصبون المحرك العلوي للعصب الوجه، وتكون الأذية في القسم السفلي من نصف الوجه المقابل. اللقوة المركزية أو الإصابة، إصابة العصبون المحرك العلوي للعصب الوجه يعني من نواية العصب الوجه فما فوق، هي بنسميها الأبر موتور النيورون، بهالحالة هي بنصاب القسم السفلي من الوجه يعني نصف الوجه السفلي، بهالحالة هي لما بتكون اللقوة مركزية أو إصابة عصبون محرك علوي بالعصب الوجه، المريض بيستطيع تقطيب جبينه
بيستطيع اغمض العينين، لكن النصف السفلي من الوجه ما بيتحرك. اما اذا كانت اللقوي محيطيه مثل شلل ديل او اصابه عصبون محرك سفلي بالعصب الوجه، فبينصاب كامل نصف الوجه. اما اللقوه المركزيه بينصاب فيها نصف السفلي من الوجه. ايضا من العلامات هبوط احد الاطراف، يتم تحري ذلك عبر مناور باريه، وهي بسيطه. نطلب من المريض مد ذراعيه للامام، فنلاحظ ضعف باحد الاطراف وهبوطه، كما يتم البحث عن هبوط في الطرفين السفليين. فقط تطلب للمريض انه يمد ذراعيه نحو الامام وهن مرفوعات، فاذا كان في عنده خزل او شلل باحد الاطراف، اما ما بيحسن يرفعه للطرف بشكل تام، او بيرفعه ولكن بيهبط مقارنة بالطرف الآخر. بعض الملاحظات، قد يلاحظ المريض هبوط يده ويشكو ذلك للفاحص، لكن إذا كانت الأذية في نصف الكرة المخية الأيمن، مثل ما قلنا نصف الكرة المخية غير مسيطر، وبكون هون بهالحالة هي الخزل أو الشلل بكونوا بنصف الجسم الأيسر، فقد يحدث إهمال الإصابي اللي هي حكينا عنها هون، متلازمة الإهمال، ولا يلاحظ المريض الخزل للشقة، لكن بمجرد أن نطلب منه القيام بهذا الاختبار نلاحظ هبوط اليد في نصف الجسم الأيسر. أحيانا قد يلاحظ المريض الخزل إذا كان خفيفا، وفي هذه الحالة يفيدنا هذا الاختبار بسيط جدا بالفحص السريري. أصلا أول شيء بدك تحرر القوة العضلية بالأطراف، تطلب من المريض أنه يرفع ذراعيه نحو الأمام، لأنه لازم يحسن يثبتهم بعكس الجاذبية الأرضية، فإذا ظل رافعهم لفترة فهذا بتكون قوي تقريبا 4/4، والطرفين السفليين كذلك بتخلي المريض يرفع كل طرف على حدة. أيضا من العلامات موجهة للإصابة بالنشبة الدماغية اضطرابات الكلام، بتطلب من المريض ترديد جملة بسيطة، بتعطيه جملة بسيطة مؤلفة بثلاثة أو أربع كلمات تخليه يرددها وراء. في حال كان المريض متجاوب فممكن أن نأخذ منه قصة المرضية، ففي حال استطاع أن يرويها بطلاقة فهذا يعني أنه لا يعاني من الحبس إلا إذا كانت حبسة بسيطة جدا. هلأ التوعية العامة بالنشبات، هي تستهدف كل من الأطباء والمجتمع، الناس العامة، تهدف إلى دفع المواطنين لإخبار الجهات الصحية عند ظهور أي أعراض للنشبة حتى يتم علاجهم بالوقت المناسب. طبعا الوقت المثالي للوصول للمشفى هو خلال 3 ساعات، لأنه مثل ما راح تشوفوا أنه تطبيق حالات الخثرة الوقت الذهبي إلى هي المدة من ظهور الأعراض وحتى 4.5 ساعات. وكانت نتائج الحملات كالتالي: قبل التوعية أقل من نصف الاتصالات كانت تأتي خلال الساعات أو خلال الساعة الأولى، يعني هناك كان تأخير بالاتصال. نصف المتصلين لا يعرفون بأن الحادث قد يكون نشبي دماغي. بعد التوعية ارتفعت نسبة المرضى الذين يمكن إدراجهم ضمن علاجات الحالة للخثرة من 4% إلى تقريبا 28%. هلأ هي حملة التوعية هي أكبر حملة تم إجراءها، بسموها الفاست، وهي تعد أشهر حملة توعية حول النشبات الدماغية في الولايات المتحدة، وتتضمن تحري وجود اضطراب في ميالي، يعني علموهم للناس شلون هن يتحروا عن النشبات الدماغية، وهي أخذوا أوائل الأحرف لذلك سميت بالفاست. الفيس فقط أنه يطلب من الشخص الابتسام أو التبشير، ولاحظ أي عدم تناظر، وخصوصا في الميزاب الشفوي الأنفي. الأي هي الأرم، يطلب من الشخص رفع الذراعين، ولاحظ وجود أي ضعف في إحدى الذراعين أو هبوطة. والأس هي سبيش، الكلام يعني، يطلب من الشخص ترديد جملة بسيطة وملاحظ أي اضطراب في النطق. والتايم هو الاتصال بالإسعاف، ويدل على أهمية الوقت. هلأ تدبير الإسعاف قبل الوصول إلى المشفى في حال حدوث نشبة دماغية، خصوصا النشبات الدماغية اللي تكون مترافقة مع سبات. أول شيء لازم تأمين الطرق الهوائية والتنفس والدوران، هي مبادئ إنعاش القلب للرئوي،
الاير واي والبريثنج والسيركوليشن. اثنين اعطاء الاكسجين، فقط بنعطي الاكسجين في حال كان اشباع الاكسجين اقل من 94%. فتح خط وريده لجميع المرضى، وطبعا مو بالضروره تسريب السوائل لجميع المرضى، وعندما نسرب سوائل وريدي للمريض المحتاج كذلك لا نعطي سوائل بكميات كبيره، ممكن بس نفتح وريد، يعني فتح وريد. اهم شيء معايره السكر، ففي حال انخفاضه نقوم بتسريب محلول سكره، اما في حال كان سكر الدم انتبهوا سويا مع وجود حاجه لتعويض السوائل، اذا كان المريض بحاجه لتعويض السوائل فلا نلجأ ابدا للمحلول السكري بل نعوض بالسيروم ملحي. بشكل عام بالنشبات الدماغيه الاقفاريه ما بنلجأ لسوائل منخفضه التوتر، حتى بنلجأ اما للسيروم المختلط اللي هو بيعادل السيروم الملحي وفي سكر كذلك امر، او عاده بنستخدم السيروم الملحي. لا ما يفضل اعطاء السوائل المنخفضه التوتر لانه بتزيد الوذمي الدماغي. ايضا من الامور المهمه عدم تدبير ارتفاع الضغط بشكل حاد ومفاجئ. ما بصير تخفيض الضغط بالنشبات الدماغيه بشكل سريع وحاد. اخذ معلومات الاتصال بالعائله وتحديد زمن بدء الاعراض، حيث يعد زمن بدء الاعراض هاما جدا لمعرفه جدوى اعطاء حالات الخثره، اذ تكون حالات الخثره فعاله حتى 3 ساعات الى 4 ساعات ونص من بدء النشبه، وهي يعني الفتره الذهبيه لتطبيق حالات الخثرة عند مرضى الاحتشاء الدماغي. طبعا منع تناول المريض أي شيء فمويا حتى الأدوية، خاصة إذا كان هناك اضطراب بالوعي أو حبسي أو شلل بصري، سواء كان شلل بصري كاذب أو حقيقي، لتجنب تطور ذات رئة استنشاقية بسبب الاستنشاق أو الشردقة، لأنها تعد السبب الأول للاختلاطات. بشكل عام متى يسمح للمريض أن يأكل ويشرب؟ بعد إجراء الفحص والتأكد من قدرة المريض على البلع من قبل أخصائيين، وتأكيد عدم وجود مشاكل مرضية في البلع، ويجب أن يجرى هذا الفحص لجميع المرضى. أما في حال عدم وجود أخصائي وبدك أنت يعني تختبر المريض قادر على البلع ولا لا، نقوم باختبار كأسماء ومو كأسماء شربة ماء صغيرة، حيث يطلب من المريض أن يشرب كأسماء، فإذا استطاع شربها بسلاسة نسمح له بشرب بعض السوائل الأخرى أولا، ثم ندخل الطعام بشكل جزئي وتدريجي. هلا هاي غالبا بعد ما كنا احنا عالجنا النشبة. وبشكل عام في حال المرضى اللي بيكون عندهم عدم قدرة على البلع أو بيكون عندهم ديسفاجيا عسرة بلع بسبب الجملة العصبية المركزية، بتلاحظوا بشكل ملحوظ انه بيتشردق بالسوائل، بينما اذا اعطيته طعام صلب او نصف صلب ما بيتشردق فيه، لانه بيحرضوا على البلع بشكل اكبر من السوائل، اما السوائل ما بيحسن يبلعها، وبتلاقي انه بيتشردق اذا اعطيته ماء، بينما اذا اعطيته طعام نصف صلب فبيبلعه بشكل افضل، وهي بشكل مميز عند مرضى الحوادث الوعي الدماغي. هلا تقييم المريض بعد وصوله للمشفى، بداية يجب أخذ قصة مرضية سريعة، وبعدها بننتقل للفحص السريري. الفحص السريري أول شيء طبعا بنلجأ له، خصوصا لما بيكون في شك بارتفاع التوتر الشريني أو ارتفاع التوتر داخل القحف، أول شيء فحص قرار العين. ممكن أن نشاهد انسدادات في شرايين العين تعبر عن صمات كوليسترولية أو فيبرينية بالشبكية، وهذا يوجه بشكل كبير لإطلاق الصمات. نتحرى ايضا وجود علامات ارتفاع توتر شرياني او وذمة حلومة العصب البصري تشير الى ارتفاع التوتر داخل القحف. هنا نتوجه لافات شاغلي لحيز اكثر من كل ذي نشبه. النشبات الاقفاريه بشكل عام ما بتؤدي لارتفاع التوتر داخل القحف، اما النشبات النصفيه فهي اللي بتترافق مع ارتفاع التوتر داخل القحف، لان النشبات الدماغيه الاقفاريه لا تحدث وذمي الا بحالات نادره عندما يكون الاحتشاء واسع. طبعا لما يكون الاحتشاء واسع ممكن يؤدي الى حدوث وذمي دماغي، وبالتالي ممكن يرفع الضغط داخل القحف ويعمل وذمه حلمه عصب بصري. اما كنشبه اقفاري بشكل عام ما بتؤدي الى حدوث وذمي في حلمه العصب البصري. مثل هذول الصور، الصوره اللي على اليمين هوني السهم يشير الى صمي صفيحي فيبريني، وراس السهم بيشير لاحتشاء في الشبكي بالصورة اللي على اليمين.
اما بالصوره اللي على اليسار بشير السهم الى هولين هورست بليكيو وهي سمي كوليسترولي. طبعا هاي شغلات اختصاصيه، وبالعادي اذا بدنا عاده نكشف وجود حليمه وذمه حليمه عصب بصري او ايافي بالشبكيه عاده نطلب استشاره عيني. اصغاء الشرايين السباتي والقلب لسمع النفخه الداله على تضيق الشريان السباتي والتي لا تظهر الا بعد انسداد يفوق 60 الى 70% من الشريان السباتي بسبب لوحه عصيديه والتي قد تكون مصدر الصمات. ايضا اصغاء القلب يمكن ان نتوجه بشكل كبير لوجود الرجفان الاذيني، وخصوصا باصغاء القلب في حال لاحظت عدم انتظام غير منتظم واختلاف في حده الصوت الاول من ضربه قلبيه الى اخرى، فهذا بوجه لحدوث الرجفان الاذيني. وبشكل عام عند اصغاء القلب لمعرفة اذا كان عندنا المريض رجفان اذيني، لانه اذا احيانا المريض اثناء الاصغاء ما في تميز بين الرجفان الاذيني وبين خوارج الانقباض البطينيه اذا كانت كثيره، فبهيك حالي بتشارك اصغاء القلب مع جس النبض المحيطي. ففي حال شعرت بوجود اختلاف بين ضربات القلب وبين النبض المحيطي، هذا بدل على عدم انتظام غير منتظم او ضربات ساقطه، فبهالحاله هي بتزيد الشك بالرجفان الاذيني. اما خوارج الانقباض البطني فما بتؤدي الى غياب او ضربات ساقطه بالنبض المحيطي. هاي من الامور اللي ممكن نميزها بين رجفان الاذيني او خوارج الانقباض البطني. بالاصغاء ممكن يختلطوا ببعضهم، اما بجس النبض المحيطي باشراء اصغاء القلب مع جس النبض المحيطي في تميز بيناتهم. الرجفان الاذيني عاده في ضربات ما بتنتقل على المحيط فبيحصل فيها دروب، فبهالحالة هي بتشك انه هذا رجفان اذيني. اما اذا كان خوارج انقباض بطني فما بتحصل الحالة هي. وعلى كل الاحوال احنا لازم نسوي تخطيط قلب كهربائي وبيبين وقتها اذا كان رجفان اذيني ولا خوارج انقباض بطني متكرر. وطبعا اول استقصاء الاستقصاءات متممة عادة تجرى لجميع المرضى، وأول استقصاء وأهم استقصاء هو اللي لازم نسويه إجراء تخطيط قلب كهربائي، وهو أول إجراء نقوم به بالإسعاف فور وصول المريض وحتى قبل إجراء التصوير الطبقي المحوري. نتحرى وجود الرجفان الأذيني. أيضا قد تشاهد علامات تخطيطية تدل على وجود احتشاء صامت في العضلة القلبية اختلط بالنشب الدماغي، يعني احتشاء صامت ممكن انه المريض تلاحظ عنده بالتخطيط علامات تدل على احتشاء عضلي قلبي مثلا ارتفاع وسيط اس تي، ولكن المريض ما كان من الظاهر باعراض مثلا عنده الم صدري وتعرق غثيان، او اذا صار في اغلب الاحيان بهيك حاله حتى يصير احتشاء دماغي بسبب احتشاء العضلي القلبي، فغالبا لازم يكون عنده احتشاء امامي، يعني بتلاقي ارتفاع وسيط اس تي بالمسار الامامي من V1 الى V6، لانه الاحتشاء الامامي هو اللي عاده بيؤدي لاضطراب بحركيه البطين الايسر، وبالتالي ممكن يؤهل لحدوث تشكل خثرات، وهي الخثرات هي اللي بتنطلق على شكل صمات بتؤدي الى احتشاء دماغ. التصوير الطبقي المحوري للدماغ بدون حقن يجب القيام به دوما حتى في حال النشبي العابرة، حتى بالتي اي اي يستخدم لنفي الآفات الأخرى المقلدي للنشبي الدماغي كالنزف تحت الجافي. النزف تحت الجافي بياخد عادة شكل الهلال وبكون تقعره نحو المادة الدماغية، هلأ رح نشوف صورة عنه. وأيضا الأورام الانتقالية، الأورام الانتقالية عادة بتكون كتلة صغيرة بالدماغ وحول وذمي شديدي، وأيضا الأورام السحائية مثل ما ذكرنا أكثر من مرة السي تي بيكون حساس للنزف منذ الساعة الأولى، بينما يظهر عليه الاحتشاء بعد 72 ساعة. وبشكل عام احنا مثل ما ذكرنا أنه نستخدم السي تي كإجراء مبدئي لنفي النزوف الدماغي. طبعا ننتبهون النزوف الصغيرة والنزوف في الحفرة القحفية الخلفية قد لا تظهر على صورة السي تي. السي تي غير حساس لآفات الحفرة الخلفية. مثل هلا هاي صورة الطبقة المحورية، هاي إذا بتلاحظوا هوني
الصورة اللي على اليسار عندنا هون نزف تحت الجافي سبديورال هيماتوما، لاحظوا النزف اخذ شكل مقعر وتقعر نحو المادة الدماغية، هذا مميز للنزف تحت الجافي. هون بالصورة اللي بالوسط عندنا انتقال وحيد وحوله وذمي دماغي. أما بالصورة اللي على اليمين فهوني عندنا مينينجيوما مع وذمي ورم سحائي وحوله وذمي دماغي. أيضا يجب إجراء التحاليل الدموية، سكر الدم، البوري والكرياتينين واختبارات وظائف الكلي، السي بي سي تعداد الدم الكامل متضمنة تعداد الصفيحات وأيضا الشوارد، وسمات احتشاء العضلة القلبية مثل السي كي ام بي والتروبونين لنفح احتشاء القلب الصامت، اختبارات وظائف التخثر مثل زمن البي تي تي وزمن البي تي والاي ان ار، لأننا قد نحتاج لتميع المريض. تقييم المريض والتدبير الإسعافي، أول شيء تقييم الشعاعي، انتبهوا لا يعطى المريض أي علاج نوعي قبل إجراء التقييم الشعاعي، ولا نتسرع بإعطاء الأسبرين خشية كون الحادث الوعائي من مصدر نزفي. ما تعطي لأي مريض عنده شك نشبي دماغي حبة أسبرين مهما تكن ما لم تتأكد 100% أنه هذا عنده نشبي إقفاري، يجب نفي النزف الدماغي أولا. لذلك عادة أول شيء بنسويه هو السي تي، لما بننفي أنه وجود نزف بالسي تي وقتها بأمان نعطي الإسبرين، لأنه الاحتشاء الدماغي بده 72 ساعة حتى يظهر. مريض التي اي اي أو يعني النشبات الدماغية العابرة يعامل تماما معاملة المرضى سي في اي أو النشبي الكاملي، بنحوله للمشفى ويتم دراسته دراسة كاملة وينصح بإجراء MRI مع تقنية الديفيوجين، وإذا تعذر ذلك يمكن إجراء صورة للدماغ بواسطة تصوير السي تي مع تصوير الشرايين بواسطة السي تي أو المرنة. طبعا الهدف بمتابعة مرضى التي اي اي يهدف إلى وقايتهم من الاحتشاء في حال كان هناك انسداد، وذلك عن طريق كشف هذا الانسداد وتدبير. يجب إجراء تخطيط مراقبة لتخطيط القلب بعد الحادث الوعائي الدماغي لمدة 24 ساعة لتحري الرجفة الأذنية أو اضطرابات النظم الأخرى، يعني بما معناه أنه بدنا نحط المريض بالعناية المشددة ونراقبه على المونيتور على الأقل لمدة 24 ساعة، لأنه قد يأتيك المريض أحياناً بنظم جيبي أو عم يصير عنده رجفان أذيني نوبة، ففي حال راقب تخطيط القلب لمدة 24 ساعة فإذا ممكن يظهر عندك اضطرابات نظم أخرى أو رجفان أذيني عبيجي على شكل نو. إعطاء الأكسجين، ما بنعطي الأكسجين إلا إذا كان إشباع الأكسجين أقل من 94%، ويجب البحث عن سبب هذا الانخفاض في جميع الحالات. فمثلاً يجب نفي الصمي الرئوي والتهاب الرئة أو ذات الرئة بالاستنشاق أيضاً عند مرضى الكورونا. الشيء المهم هو تدبير ارتفاع الضغط الشرياني، القاعدة هي عدم خفض الضغط الشرياني مباشرة حتى في حال كان مرتفع كثير، إذ أن تخفيض الضغط المباشر يسيء بشكل كبير للمناطق التي لم تحتشي بعد بشكل كبير، ينقص الدم الوارد إليها كما ينقص الوارد الدموي للشرايين الجانبية الكوليترال التي أصبحت مسؤولة عن تروية المنطقة. بشكل عام ما منخفض الضغط الشرياني بشكل أجريسيف وبشكل حاد وسريع، يتم تخفيض الضغط مباشرة في الحالات الاستثنائية إذا تجاوز الضغط 220 على 120 ملتر زئبقي، أو إذا كان المريض عنده ارتفاع توتر شرياني خبيث، يعني المريض عنده ارتفاع توتر شرياني ومع مترافق مع وذمي حليمة عصب بصري ووذمي دماغي وكان أو كان عنده نوبات صرعية واختلاجات، أو إذا كان المريض عنده إكلامسيا أو بري إكلامسيا، أو في حال وجود أسباب قلبية وعائية تستدعي خفض الضغط كاحتشاء العضلة القلبية أو قصور القلب
أو إذا المريض عنده تسلخ أبهر أو وذمي ترئة حادة أو نقص تروي قلبي. ولكن إذا المريض ما عنده أي من هدول فلا ينصح بتخفيض الضغط يعني أقل من 160 أو 170 للانقباض. الأدوية المفضلة لتخفيض الضغط وطريقة استخدامها، يعني الأدوية المفضلة لتخفيض الضغط في حال النشبات الإفطارية، أول شيء اللابيتالول. اللابيتالول هو حاصل الألفا أو بيتا، يعد الدواء المفضل يخفض الضغط بشكل تدريجي دون أن يؤثر على نتاج القلب. يعطى بجرعة 10 ميلي جرام وريدين، ثم يعطى تسريب وريدي بطيء بمعدل 2 إلى 8 ميلي جرام على الدقيقة، وحتى لا يتم تخفيض الضغط بسرعة. عندنا بعض كذلك النيكاردبين، هذا من حاصلات أقنية الكالسيوم، يعطى بمعدل 5 ميلي جرام بالساعة. وعادة حاصلات أقنية الكالسيوم أكثر شيء بيستخدموها بالنشبات النزفية المترافقة مع ارتفاع التوتر الشرياني. أيضا من النيتروبروسايد، النيتروبروسايد الصوديوم هو عبارة عن موسع وعائي مباشر، يعطى في حال فشل الأدوية السابقة أو في حال عدم توافر اللابيتالول. نعيد إدخال الأدوية الخافضة للضغط عند المرضى الذين كانوا يتناولونها قبل حدوث النشبة الدماغية، وذلك بعد مرور 24 ساعة على بداية النشبة، حيث من الأفضل ترك الضغط مرتفعا خلال المرحلة الحرجة، يعني خلال أول 24 ساعة من النشبة الدماغية. إعطاء المميعات، طبعا المميعات انتبهوا هنا، لما بقول مميعات مقصود فيها يعني إعطاء مضادات تخثر مثل الوارفارين أو الهبارين وليس مضادات التصاق الصفيحات. يوصى بعدم التمييع الإسعافي في حال وجود احتشاء متوسط إلى شديد بسبب زيادة احتمال النزل. عادة يعطى المرضى مضاد التصاق للصفيحات مثل الإسبرين 325 ميلي جرام خلال 24 إلى 48 ساعة الأولى التالية للاحتشاء، أي بعد التأكد من أن النشبة إقفارية بعد إجراء التصوير الشعاعي بالسي تي. يفيد إضافة الإسبرين إلى الكلوبيدوغريل، طبعا الكلوبيدوغريل هو مضاد التصاق الصفيحات أقوى من الإسبرين، خلال 24 ساعة في النشبات الإقفارية البسيطة أو العابرة، وبالنشبات العابرة عادة يستمر فيها لمدة 21 يوم بعد الحادث الوعائي الدماغ. انتبهوا وهو تذكير أكثر من مرة، لا نعطي المريض لا مميعات يعني الوارفارين أو الهبارين أو لو موليكولار ويت هبارين يعني الهبارين مخفض الوجه الجزئي، ولا إسبرين قبل إجراء تصوير سي تي ونفي النزف، حيث يظهر النزف على الطبقة المحوري منذ الساعة الأولى. يكون العلاج المضاد للتخثر في النشبة الإقطارية وفقا لما يلي: الإسبرين يعطى عادة بجرعة 160 ل 300 ميلي جرام باليوم، وفقا للتوصيات السابقة يستخدم في الحالات الحادة عند جميع المرضى باستثناء الحالات القلبية، إذ أما بالحالات القلبية يستطب إعطاء المميعات، كما يستخدم لفترات طويلة مدى الحياة للوقاية الثانوية من تكرار النشبة. اثنين، عندنا الهبارين منخفض الوزن الجزيئي الوقائي مثل الإينوكسيبارين أو الجليكسان، يستخدم كوقائي بدل الإسبرين كعلاج وقائي، وذلك في حالتين: أنه إذا كان المريض لا يتحرك وذلك خوفا من تشكل خثرات في الأوردي القاصي، يعني حدوث التهاب وريد خثري بسبب ملازمة المريض للسرير، وأيضا في حال وجود ضعف بالطرفين السفليين. هلا هذا اللي حكينا عنه يعطاه بشكل وقائي، اما الهبارين العلاجي سواء الهبارين العادي اللي غير مجزأ او منخفض الوزن الجزئي، يستطب اعطاء الهبارين في علاج النشبه الاقطاريه بدل الاسبرين في الامراض القلبيه التي تحتمل خطر كبير لاطلاق الصمات، مثل مرضى اللي عندهم رجفان وزينه او مرضى الصمامات الصنعية، في حال الخثار الوريدي الدماغي خثرات الأوردي
الدماغية رح نحكي عنها بآخر المحاضرة، أيضا الحالات الإقفارية غير القلبية المطلقة للصمات مثل الصمات المنطلقة من الشريان السباتي في حال وجود تصلب عصيدة للشريان السباتي وفي خطر لإطلاق الصمات، التضيق السباتي الشديد مثل تضيق أكثر من 95% في النشبات الدماغية العابرة والمتكررة، والنشبي المترقي اللي مثلا كل شوي عم تزداد مثل إذا كان المريض لديه خزل بإيده ثم بعدين حصل عنده خزل أو شلل بقدمه ثم تطورت حبسي فهي اسمها النشبي المترقي، وأيضا في حال وجود تسلخ شرياني خارج القحر. هون هي شغلة مهمة، دراسة خاصة بالمريض القلبي يعني الاحتشاء الدماغي اللي بيكون من مصدر قلبه، أظهرت نتائج الدراسات بأنه بالأسبوع الأول يكون النزف بالحد الأعظم وإطلاق صمات بالحد الأدنى. لذلك عادة نتأخر بإعطاء الهبارين لمدة أسبوع أو أسبوعين إلا في حال وجود دسامات صنعية، هون وقتها بنعطيها بعد يومين. ولكن بشكل عام بالنشبات أو الاحتشاء الدماغي اللي بيكون من مصدر قلبه نتأخر بإعطاء الهبارين لمدة أسبوع أو أسبوعين إلا في حال وجود المريض عنده دسامات صنعية يعطى بعد 48 ساعة، وبعد هذه المدة أسبوع أو أسبوعين نقوم بإعادة تقييم المريض بالتصوير الطبقي المحوري لنتأكد من عدم وجود النزف ثم يتم إعطاء الهبارين، لأنه في خطورة لحدوث نزف ضمن بالاحتشاءات الدماغية اللي بتكون من مصدر قلبه، وإعطاء المميعات في خطورة لحدوث نزف تميعي نزف ضمن الاحتشاء. من التوصيات الأخرى استخدام استاتينات يعني مركبات الاستاتين الخافضة للدهون والكوليسترول، تستخدم بشكل مكثف أي بجرعات كبيرة جدا مثلا 40 ميلي جرام 3 مرات يوميا خلال 3 إلى 4 أيام في المرحلة الحادة من الاحتشاء الدماغي ومن اللحظة الأولى من وقت قبول المريض بالمشفى، وذلك عندما يكون الحادث الدماغي بسبب التصلب العصيدة أو إذا كان الـ LDL عند المريض أكثر من 100 ميلي جرام بالديسي لتر. تعد حمية البحر الأبيض المتوسط الحمية الأفضل للمريض، وهي أفضل من الحمية قليلة الدسم للوقاية من كل الحوادث الإقفارية في الجسم وليس فقط الدماغية منها، وبتتضمن الخضار والفواكه والحبوب والمكسرات واللحم الأبيض الدجاج أو السمك والزيوت النباتية كزيت الزيتون. نوصي المريض بالتقليل من أكل الحلويات واللحم الأحمر والزبدي الحيواني. هلأ عندنا حالة سريرية، رجل بعمر 69 سنة لديه قصة مرضية من ارتفاع الضغط الشرياني، تطور لديه بشكل مفاجئ ضعف في الجانب الأيمن من وجهه وذراعه الأيمن مع رتي قبل 10 ساعات من ذهابه إلى قسم الطوارئ. لم يسعى في طلب عناية طبية لأن أعراضه استمرت لمدة 15 دقيقة ثم اختفت هذه الأعراض تماما. لكن عندما أخبر ابنه بالأعراض في الصباح التالي كان الابن قد انتهى منذ لحظات من قراءة مقال في الصحيفة عن كيفية تمييز أعراض السكتة الدماغية، فأرشده إلى طلب العناية الطبية فورا. عند مراجعة المريض كان قياس ضغط الدم عنده 165 على 80 ملتر زبقي، وتخطيط القلب أظهر نظما جيبيا، وتم استبعاد مرض الشريان السباتي الخطير على الصورة الوعائية المقطعية الأولية للعنق. تم إعطاؤه جرعة تحميل من الكلوبي دوغريل 600 ميلي جرام إضافي لأسبرين 325 ميلي جرام في قسم الطوارئ، واستمر على الأسبرين والكلوبي دوغريل 75 ميلي جرام يوميا حتى أتم 21 يوم. بعد تخريجه طلبت الصيدلي التي يرتادها توضيحا ما إذا كان يجب إعادة الوصف الأصيل للكلوبي دوغريل ذات 21 يوم والاستمرار عليها لمدة أطول. أوضح الطبيب أنه لا يجوز الاستمرار بالكلوبي دوغريل أكثر من 21 يوم السبب دماغي وليس قلبي، وتابع المريض على العلاج بالإسبرين بمعالجة أحادية منذ ذلك الحين.
التعليق على الحالي مثل ما شفته انه المريض عنده اصابه بنصف الوجه واصابه بالذراع الايمن استمرت لمده 15 دقيقه، فهي تعتبر نشبه دماغيه تي اي اي اطفاليه تكون عابره لانه استمرت اقل من 24 ساعه، وهو مثل ما ذكرنا اكثر مره انه النشبات الدماغيه العابره عاده ما بتدوم اكثر من ساعه، وبما ان اصابه الطرف العلوي والوجه فقط فغالبا هي بتكون على توزع الشريان المخي المتوسط. حالة سريرية ثانية، قدمت امرأة عمرها 64 سنة عندها ارتفاع توتر شرياني بأعراض سكتة حادة في المنطقة التابعة للشريان المخي الأوسط الأيمن، ولم تكن مرشحة للعلاج بحالات الخثرة وريديا ولا المعالجة داخل الأوعي لأندوفاسكولار بروسيجر، يعني أنه المعالجة داخل الأوعي إما بحل الخثرة أو استئصال الخثرة الميكانيكية، لأنها حضرت بعد 3 أيام من ظهور الأعراض، أظهر تخطيط صدى القلب، هون الشيء الوهم، ضخامي في الأذينتين، ولم يلاحظ وجود أي خثرة أو مرض صمامة، أظهر الرنين المغناطيسي للدماغ مساحة كبيرة وسطيا من الانتشار المحدود في المنطقة التابعة للشريان المخي المتوسط الأيمن، إضافة إلى 3 بؤر من الانتشار المحدود في نصف الكرة المخي الأيسر، مو بس بالأيمن. تم وضعها في البداية على الأسبرين 325 ميلي جرام يوميا، أظهر تخطيط القلب عند القبول نظما جيبيا، يعني كان نظم جيبي عند المريضة، لكن في اليوم التالي من قبول المريضة تم تمييز نوبي من الرجفان الأذينة، استمرت لمدة 35 دقيقة عبر القياس عن بعد، يعني كانوا عاملين له هوليتر. هلا تفسير هالحالة، عند عمل تخطيط مديد للقلب ممكن أن نعثر على الرجفان الأذيني انتيابي، وهذا يخفض من نسبة الحوادث مجهولة السبب، مثل هاي المريضة الوقت اللي قبلوها كان عندها نظم جيبي، ولكن بمراقبة تخطيط القلب كرباي أظهر وجود رجفان أذيني انتيابي، بما أن لديها رجفان أذيني انتيابي هون بهالحالة هي يجب وضعها على المميعات وليس الإسبرين، خصوصا أنه تطورت حادث وعائي دماغي، فبهالحالة هي ما في إعطاء الإسبرين، لازم إعطاء مميعات. المميعات الممكن استخدامها بهي الحالة هي إما الوارفارين أو الأدوية التي تعمل على العامل العاشر مثل الريبروكسابان أو الأميكسابان. الفرق بين الوارفارين وبين الأدوية اللي بتعمل على العامل العاشر المفعل بإعطاء عند المرضى اللي بنوصف لهم الوارفارين يجب مراقبة الاي ان ار، أما المرضى اللي بنعطيهم الريفاروكسابان او الميكسابان ما بنعطيهم، ما بتراقبوا باجراء الاي ان ار وما في داعي اصلا لاجراءه، ولكن ما بنعلم درجه تميع المريض بعد اعطاء هي الادويه. هلا من علاجات النشبات الدماغيه هو العلاج بحالات الخثره الثرومبولايتيك، حال الخثرة الذي أثبت جدواه في النشبات الدماغية الإقطارية هو التي بي اي أو تيشو بلاسمينوجين أكتيفيتر أو أحيانا بسموه الألتبلاز. يجب أن يكون المريض مقيم شعاعيا وأن يتم تطبيقه خلال فترة زمنية 4.5 ساعات من بدء الأعراض للمرضى الأكبر من 18 سنة. بشكل عام تطبيق حالات الخثرة أو تيشو بلاسمينوجين أكتيفيتر عن مرضى النشبات الدماغية خلال أول 4.5 ساعات من بداية الأعراض، بعد ذلك لا تصطد إعطاء حالة الخطر. كل نزعة نزفية عند المريض تعد مضاد استطباب لاستخدام حالات الخطرة، وأهمها الحوادث النزفية داخل القحط أو إذا المريض عمليات جراحية حديث العهد، طبعا الاحتشاءات التي يزيد حجمها عن ثلث إحدى نصفي الكرة المخية، يعني مثلا الاحتشاء الدماغي اللي بيزيد حجمه عن 15 سنتيمتر هاي تعتبر مضاد استطباب، لأنه إذا بدك تعطي حالات خطرة ممكن يحصل فيها نزف داخل الاحتشاء. في حال وجود نقص الصفيحات ونقص السكر، وذلك لأن نوب نقص السكر تشبه النشبات، وأيضا إذا كان ارتفاع الضغط الشرياني غير مضبوط أكثر من 185 على 110 ملم أزرق. طبعا التحليل الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه
قبل إعطاء حالات الخطرة هو سكر الدم. انتقاء المرضى لإعطائهم حالات الخثرة، وقد تكون منطقة الأذية الدماغية عند مريض النشبي قد وصلت إلى مرحلة إقفار تام، أي أن المنطقة متأذية بشكل كامل وفيها تلف وتموت بالعصبونات، أو في مرحلة إقفار غير تام، أي أن النسيج متأذي ولكن لم يموت بعد، بيسرد الدوران الجانبي ويمكن إنقاذه. انتقاء المرضى يتم اعتمادا على الإقفار غير التام، هوني في منطقة عادة المنطقة الحمراء اللي بالصورة هي المنطقة المحتشية، والمنطقة المحيطة تدعى هي الاسكيميك بينومبرا، هي المنطقة تمثل النسيج الذي يمكن إنقاذه، أي أنها لم تحتشي بعد بل لا تزال في طور نقص التروي. وأمام هالمنطقة هي اللي ما احتشي عندها هي يعني بس مصابة بنقص التروي، مصيرين، إما أن يتم إنقاذه أو إذا استمر نقص التروي فتؤدي لحدوث احتشاء كامل، والمنطقة المحيطة بالمنطقة المصابة تصاب بنزف واحتقان ووذمي، مما يسبب انضغاط العصبونات دون تموتها، ويسبب ذلك أعراض عصبية إضافية خلال الأيام الأسابيع الأولى. في حال عودة جريان الدموي سوف يزول التوذم والاحتقان حول منطقة الاحتشاء ويعود النسيج في هذه المنطقة لطبيعته. في حال عدم عودة الجريان الدموي سوف تتوسع المنطقة المحتشية وتشمل منطقة أكبر وتصبح الإصابة فيها غير عكوسي. طبعا هون ذكرناهم معظمهم. هون بعض الملاحظات الهامه، يمكن ان نعطي استاتينات او مركبات استاتين، يعني الاتورفاستاتين والروزفاستاتين في جميع الحالات، لا نعطي المميعات في الحوادث الوعائيه الدماغيه الا في استطبابات محدده جدا، وذلك لانها تزيد من احتماليه حدوث النزف، حيث يمكن علاج كل النشبات في المرحله الحاديه بالاسبرين عدا النشبات من مصدر قلبي. النشبات من مصدر قلبي عاده يستطب العلاج اذا كان في حال المريض مثلا عنده رجفان اذيني او مصدر مطلق الصمات او عنده صمام صنعي، يستطب اعطاء المميعات ويستطب الاكمال بالاسبرين مدى الحياه وذلك للوقايه الثانوي. يجب تاخير التمييع بالهبارين في الاحتشاءات من مصدر قلبه على الاقل لخمسه ايام بعد اعاده التصوير الطبقي المحوري للدماغ، اذا ان الاحتشاءات من مصدر قلبه غالبا ما تكون نازفه، ويستطب الوارفارين في هذه الحاله للوقايه المديده. طبعا هي القاعده لا تنطبق على جميع الحالات القلبيه، ففي حال وجود مصدر للصمي هو صمام صنعي على سبيل المثال، نبدا بالتمييع مباشره منذ اللحظه الاولى. ايضا يجب القيام بدراسه قلبيه معمقه قبل تطبيق المميعات. هلا كملخص، السكتي من نشا اقفاره اذا الاعراض استمرت اقل من 24 ساعه ومن ثم اختفت فهي نشفه اقفاريه عابره، العلاج عاده بيكون باعطاء الاسبرين، وايضا بالمرحله الحاديه بنشاركه مع الكلوبيدوغريل لمده 21 يوم، بعد ما نوقف الكلوبيدوغريل وبيستمر المريض على العلاج بالاسبرين. اذا كانت اكثر من 4 ساعات ونصف من بدء الاعراض ايضا كذلك بنخلي المريض على الاسبرين والستاتينات. اما اذا كانت الفتره اقل من 4 ساعات ونصف من بدء الاعراض فالعلاج بيكون بتطبيق حالات الخثره اذا لم يكن عند المريض مضاد استطباب لاعطائه. ايضا يضاف للمخطط السابق انه بامكاننا تطبيق نزع الخثرة الميكانيكي إذا تجاوز المريض نافذة حالات الخثرة، يعني من 3 ساعات لـ4 ساعات ونصف، أو كان لديه مضاد استطباب لاستخدام حالات الخثرة، أو كانت الخثرة من منشأ شريان كبير، ويمكن استخدام هذه الطريقة لغاية 6 إلى 8 ساعات من بدء الأعراض. إيه هو نزع الخثرة الميكانيكي؟ يتم الدخول مثل عن طريق قسطرة انتقائية للشريان المصاب، ويتم فيها تفتيت الخثرة أو سحبها سحب، هذا يسمى نزع الخثرة الميكانيكي. ويجب أن نعالج اختلاطات النشبي
ونقوم بإجراء يعني إجراءات وقائية لمنع تكرر النشبات. هل اختلاطات النشبات الدماغية تقسم إلى اختلاطات عصبية واختلاطات غير عصبية. الاختلاطات غير العصبية ذات الرئة الاستنشاقية هي أهم الاختلاطات غير العصبية وأخطرها، وقد يعني توصل المريض إلى وضعه على المنفسي، وهي السبب الأول للوفيات غير العصبية التالية للنشبات الدماغية. لذلك يجب الوقاية منها أولا، وفي حال حدوثها لا سمح الله يعني يجب معالجتها بشكل جدي لأنها خطيرة، وقد يعني نضطر لوضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب. أيضا من الاختلاطات غير العصبية هي الانتانات البولية والخثار الوريدي العميق DVT بسبب قلة الحركة وتمدد المريض لفترة طويلة. أيضا ممكن يحدث ارتفاع بالحرارة وارتفاع السكر وارتفاع الضغط. يجب أن تعالج هذه الاختلاطات بجدية لأنها قد تزيد من سوء الحال. الاختلاطات العصبية عندنا الوذمة الدماغية الإقطارية راح نحكي عنها بعد شوي، والصرع أهم سبب للصرع بعد سن 40 أو 50 من العمر هو الحوادث الدماغية الإقطارية أو النزفي. الوذمة الدماغية الإقطارية تعتبر من أهم الاختلاطات العصبية والسبب الأول للوفيات بهرمون الحريق الحادي، تقريبا مسؤول عن 80% من الوفيات. الوذمة الدماغية المهددة للحياة تحدث بنسبة 10% من الحالات، وعادة تحدث من اليوم الثاني إلى اليوم الرابع، هي بالحد الأعظمي، لكن قد تستمر بالحدوث حتى اليوم العاشر، ولكن بشكل عام تحدث بعد 2 إلى 4 أيام، ولكن قد يستمر حدوثها لبعد 10 أيام. قد تكون الوذمة مهددة للحياة وتسمى بها الحالة هي الاحتشاء الخبيث، عندما يوجد تهديد بالانفتاق، وذلك في حالات احتشاء الشريان المخي المتوسط الوذمي بتسبب انفتاق المحجن عبر الخيمة المخيخية على جذع الدماغ، يعني بيحدث الانفتاق أنسي الفص الصدغي، وهون بيدعى احتشاء الشريان المخي المتوسط الخبيث malignant median cerebral artery infarction أو احتشاءات الفروع المخيخية للشريان القاعدة. هون الوذمي ستؤدي لانفتاق المخيخ على جذع الدماغ أو انفتاق اللوزي المخيخي عبر الثقب الكبرى، وعادة هون بتكون الأبي غير قابلة للتراجع. إمتى بنشك بوجود الانفتاق؟ بالعلامات الشعاعية. بالنسبة لاحتشاء الشريان المخي المتوسط الخبيث، لاحظوا بالصورة أهم علامة هي انحراف الخط المتوسط. لاحظوا بالصورة على اليسار في انحراف بالخط المتوسط باتجاه اليمين، وحتى في محاء بالبطين الجانبي الأيمن تماما ومنحرف الخط المتوسط. أيضا بنلاحظ في حال وجود وذمي دماغي شديد نقص الكثافة على السي تي منذ الساعات الأولى. لذلك عندما نشخص الاحتشاء يجب أن ننتبه لانزياح الخط المتوسط الذي تسببه الوذمي الدماغي مثل ما بتفعل الأورام تماما، لذلك سمي الاحتشاء الخبيث. متى نتوقع أن الوذمي الدماغي مهدد للحياة وخصوصا الناجم عن الاحتشاء المخيخي؟ عندما نرى تبدلات سريرية كتغيم الوعي، صداع وإقياء، وعلامات إصابة جذع الدماغ وإصابات الأعصاب القحفية، وفي حال دخول المريض بسبات. العلاج الجراحي في حال الوذمة الدماغية المهددة يعني للحياة أو اللي بينخاف من حدوث انفتاق عبر الخيمة أو انفتاق اللوزة المخيخية عبر الثقب الكبرى، يتم إجراء العمل الجراحي عن طريق إجراء فتحة في الجمجمي لتخفيف الضغط ومنع الانفتاق، يعني إخراج المادة الدماغية ضمن الحيز العظمي للوقاية من حدوث الانفتاق، ويحسن العلاج الجراحي من إنذار المريض وينقص نسبة الوفيات. في الاحتشاءات المخيخية بيفتحوا فتحة بالجمجمي وتستأصل المنطقة المحتشية حتى ما تضغط
تسير على المخيخ وتؤدي لانفكاك عبر الثقب الكبرى. أما في احتشاء الشريان المخي المتوسط يتم فتحه بالجمجمة دون استئصال. طبعا لا يوجد علاج دوائي فعال للوذبي الإقطاري، ولا يجب استخدام المانيتول بشكل مطول لأنه مساوئه تطغى على فوائده، ولكن بشكل عام نحن نستخدم عادة بشكل روتيني عند المرضى اللي عندهم وذمات دماغية بالتصوير الطبقي المحوري. عادة نستخدم إما الدكساميتازون وريديا، وكنا نعطي بثلاث جرعات يومية تقريبا كل 8 ساعات، أنه نعطي نص أمبول الدكساميتازون كل 8 ساعات للوقاية من وذم في حال المريض عنده وذم دماغي، أو إذا كانت وذم دماغي شديدة كنا نستعمل المانيتول، ولكن عادة المانيتول ما نستعمله أكثر من 48 ساعة. تدبير اختلاطات النشبة الهامة، يوصى بخفض الضغط بعد النشبة الإقطارية في نقص التروي القلبي وقصور القلب، وفي حال إذا كان المريض عنده إرجاج، وفي حالة تسلخ الأفر. طبعا في الحالات هاي يجب تخفيض الضغط، يجب علاج انخفاض الضغط ونقص الحجم بجدية وبالسرعة المطلوبة. عند ارتفاع الحرارة عند المريض يجب البحث عن السبب وعلاج الترفع الحراري بشكل جدي. يجب علاج ارتفاع سكر الدم منذ اليوم الأول بحيث يبقى سكر الدم بين 140 ل 180 ميلي جرام ديسيلتر، وذلك بالمراقبة الحثيثة لسكر الدم كل 4 ساعات. أيضا يجب تحري صعوبة البلع من قبل أخصائي بإعادة تأهيل المرضى المصابين باضطراب في النطق أو الكلام، وأيضا تحري أي احتمال لتطور ذات رئة استنشاقي. يجب البدء بالتغذية الفموية خلال الأسبوع الأول، طبعا في حال أن المريض ما عنده خطورة للاستنشاق. إعادة تأهيل المرضى بالمعالجة الفيزيائية المكثفة والباكرة ضروري، ولكن ليس من الضروري أن يكون مكثفا من اليوم الأول، ممكن بعد ما يتخرج المريض. لا ينصح بإعطاء علاج وقائي للصرع، ولكن في حال حدوث نوبة صرعية يجب علاجه بالأدوية المضادة للاختلاج كما هو الحال في كل الأذيات الحادة وبالشكل المناسب. أيضا يجب تحري وجود اكتئاب وعلاجه بالشكل المناسب. طبعا الحالات السريرية هي تطلعوا عليها. هلأ عندنا أنماط من العلاج، العلاج الجراحي وتركيب الشبكات. يوجد حلان لعلاج تضيق الشريان السباتي، وهو إما وضع ستنت كاروتيد أرتري ستنتينج، أو الحل الجراحي بتسليخ بطانة الشريان السباتي، هاي اللي بسموها الكاروتيد إندرو أرتري تومي، يعني عبارة عن استئصال بطانة الشريان السباتي. وفقا للدراسات الحديثة فإنه يعتبر العمل الجراحي أفضل من تركيب الستين، لكن تم الاتفاق على أن العلاج بالستين يعني تركيب شبكي داخل الشريان السباتي مفضل عند مريض حالته العامي لا تؤهله للجراحة، مثلا في حال وجود مضاد للجراحة، ووجد بأن احتمال وقوع اختلاط الستنت أعلى من احتمال وقوعها بالعمل الجراحي. نلجأ لهذين الإجراءين في حال كان تضيق عرضيا ويشمل أكثر من 70% من قطر الشريان، ونقول عن تضيق الشريان أنه عرضي إذا وجدنا احتشاء في منطقة تروية الشريان على الطبق المحوري، أو في حال وجود أعراض توحي بحوادث عابرة ومتكررة لنفس الشريان مثل عمى متردد أو حبسي. هاي الصور بتوضح، الصورة العلوية هي كيفية وضع الستنت بالشريان السباتي الباطن، والصورة بالأسفل هاي تسليخ بطانة الشريان السباتي، هاي بسموها الكارتيد إندرو أرتري كتومي. بهيك عندنا حالتين حسب مكان التضيق. إذا كان التضيق في مستوى الشريان السباتي يعني خارج القحف، إذا كان المريض عمره بين 50 ل 60 سنة من العمر، عادة يتم اللجوء للجراحة يعني تسليخ بطانة الشريان. في حال كان أكبر سنا أو لديه أمراض أخرى رثوية أو قلبية
وفي حال كنا لا نستطيع التدخل جراحيا نلجأ لتركيب شبكي بالقسطرة، كل تضيق في الشريان السباتي فوق 70% أو تضيق غير عرضي مع وصيدي ناسفي أو متقرحة يفضل إجراء الجراحة. أما إذا كان التضيق في مستوى أعلى من الشريان السباتي، يعني التضيق داخل الشرايين داخل القحف، هون الدراسات تنص على توسيع هذا الشريان المتضيق، وبعدها يتم إجراء إما جراحة أو نقوم بتركيب شبكي حسب حالة المريض. لكن بحالات تضيقات فروع الشريان السباتي داخل القحف، لم يتم إثبات أن هذه الإجراءات أفضل من تغيير نمط الحياة والعلاج الدوائي المكثف مثل إعطاء الستاتينات والإسبرين. هلا اساسيات التداخل على مرضى الحوادث الوعائيه الدماغيه، ففي حال جاء مريض لديه اعراض حادث وعائي دماغي، دائما اول ما بنبدا ب الاير واي والبريثنج والسيركوليشن، التهويه والتنفس والقلب والعلايات الحيويه عند المريض، وكذلك سكر الدم وضغط المريض لاخذ فكره عن امكانيه تطبيق حالات الخثره. اذا كان الحادث اقطاري يجب القيام بالدراسات القلبية الوعائية والدراسات الأخرى لمعرفة السبب. إذا كان الحادث نزفة، مثل ما ذكرنا الحوادث النزفية بتشكل 15% من الحالات، يجب أن نعرف ما إذا كان النزف عميق يعزى وقتها، يعني النزف ضمن المادة الدماغية، هون غالبا بيكون مترافق مع ارتفاع التوتر الشرياني، أو إذا كان النزف تحت العنكبوتي، فبهيك حالات نقوم بدراسة المريض للبحث عن أمهات الدم وعلاجه. هلا حالات الخثره، اكثر ما يهم في تطبيقها هو مستوى سكر الدم، فمستوى سكر الدم مهم جدا اكثر من مستوى الصفيحات والنار، لذلك ما بصير تطبيق حالات الخثره الا نتاكد انه المريض ما يكون عنده نقص سكر الدم. كل الحالات الاقفاريه تقريبا مرشحه لتطبيق حالات الخثره الا اذا كان هناك مضاد صفاب كتعرض مريض منذ فتره قريبه لجراحه او نزف. المميعات، نطبق الإسبرين في كل الحالات ما عدا الحالات القلبية. إذا كان مصدر الصمات قلبي نطبق الهبارين والوارفانين إلا في حالة التهاب الشغاف الإنتاني. نتأخر بإعطاء المميعات إذ نبدأ بتطبيقها بعد الانتظار لأسبوع وإعادة تصوير الطبق المحوري، إلا ببعض الحالات الخاصة نطبقها فورا مثل وجود خثرة في الأذين اليسرى أو المريض لديه سوابق للدسام صنعي، فهي استطباب للتمييع المبكر عند المرضى غير معروف بداية الحادث عندهم، فيمكن تطبيق حالات الخثرة الميكانيكي. هلأ حالات الخثرة الميكانيكي تنفع بشكل خاص في الشرايين الكبيرة مثل انسداد الشريان المخي المتوسط أو الشريان القاعدي، يعني هدول الشرايين الكبيرة قد ينفع فيها إجراء حل الخثرة الميكانيكي. تطبق عند المرضى الذين لم يعرف توقيت بداية الحادث الوعي الدماغي عندهم كملاحظة الأذي بعد الصحو من النوم، مثل ما قلنا حالات خطرة الفترة الذهبية لها لحد 4 ساعات ونص، فإذا جاء المريض بعد بفترة يعني أبعد من هالفترة هي مثلا 8 ساعات فيمكن هون تطبيق حالات الخطرة الميكانيكي. التعرف على الحادث الوعي الدماغي العابر ومعرفة لما حدث يقي المريض من نشب معيقة لحياته. عند الاشتباه بحادث وعي دماغي عابر، كل المرضى يجب إجراء تصوير طبق محوري للدماغ لنفي مقلدات الحادث وعي دماغي العابر، وكذلك إجراء تصوير شرايين ضليل للدماغ. تحديد وقت بدء الأعراض وتتاليها هام للتمييز بين النشب ومقلداته، ومهم للقرار بإعطاء حالات الخثرة. المرضى اللي عندهم اضطراب بالوعي أو صعوبة في التنفس قد يحتاجون لإجراء التنبيب. يجب الحفاظ على ضغط المريض العالي في المرحلة الحادية من النشبة خصوصا خلال أول 24 ساعة. يمكن علاج كل النشبات في المرحلة الحادية بالإسبرين عدا النشبات من مصدر قلبي.
أمام أي مريض حتى لو كان لديه رجفان أذينه، يفضل إجراء إيكو للسباتة، لأنه أحيانا يكون هناك مشاركي بين آليتين. في أمراض الشرايين السباتة يكون الحل في حال عدم وجود عوامل خطورة هو الجراحة، وفي حال وجود عوامل خطورة نلجأ لتركيب ستنت. دائما إذا لم يكن هناك مصدر قلبي مطلق للصمات يفضل عدم الاقتراب من المميعات، ويمكن استخدام الأسبرين في هذه الحالة. هلأ راح ننتقل لدراسة الخثار في الجمل الوريدي الدماغي. الجيوب الوريدي بالدماغ، عندنا الوريد المخي الكبير أو وريد بسموه وريد جالين، هذا يأتي إليه الدم من الأوردة المخية العميقة. عندنا الجيب السهمي السفلي يسير على الحافة الحرة لمشول المخ، تصب في أوردة المشول وأوردة الوجه الأنثى للدماغ، يتعد هذا بيتحد مع الوريد المخي الكبير ليشكلان معا الجيب المستقيم. في أيضا عندنا الجيب المستقيم، هذا ينتج عن اتحاد الجيب السهمي السفلي مع الوريد المخي الكبير، يصب في مجمع الجيوب أو في الجيب المعترض الأيسر، وهذا بينضح الدم من معظم المراكز العميقة للدماغ. عندنا الجيب السهمي العلوي أو بسموه أيضا الجيب السهمي الطولاني، هذا أطول الجيوب، يسير أعلى مشول المخ وينزح إليه دم معظم القشرة الدماغية، تصب في الأوردة المخية العلوي ويلتقي مع الجيب المستقيم في منطقة الجيوب ليتابع بالجيب المعترض الأيمن. في عنا هذا ملتقى الجيوب أو بسموه مجمع هيروفيل، هذا مقطعه مثلثة وهو مكان التقاء الجيب السهمي العلوي مع الجيب المستقيم، وهو مكان بيبدأ منه الجيبين المعترضين. هلا الجيب المعترض بيبدأ من مجمع الجيوب، هذا اللي كان اسمه مجمع هيروفيل، وبغادر الخيمة المخيخية باسم الجيب السينة، ينضح له الدم من بعض الأوردة الدماغية السفلي وبعض الأوردة المخيخية والوريد التفاعلي السفلي. أيضا عندنا الجيب السينة وهو استمرار للجيب المعترض، يتابع للثقب الوداجي ليستمر بالوريد الوداجي الباطن. عندنا أيضا الجيبين بين الكهفيين الأمامي والخلفي، وعندنا الجيب الوتدي الجداري ينتهي بالقسم الأمامي للجيب الكهفي، وعندنا الجيب الصخري السفلي يبدأ عند النهاية الخلفية للجيب الكهفي ويصب في الوريد الوداجي الباطن، وهذا بينضح الدم من باقي الأوردة المخيخية ومن الوريد التيهي. يجمع الجيب السهمي الطولاني أو اللي سميناه سوبريا سيجيتال ساينوس الجيب السهمي العلوي، بيجمع الدم من المناطق السطحية. أما الجيب المستقيم فبيجمع الدم من المناطق العميقة، وهذول بيصبوا في مجمع الجيوب أو مجمع هيروفيل، والذي يصب الدم في الجيبين المعترضين ومنه إلى الوريد الوداجي الباطن. راح بجيب لكم صورة أوضح من هاي. هاي الصورة المختصرة للجيوب الوريدية. عندنا بالأعلى السوبرير ساجيتال ساينوس، هذا الجيب السهمي العلوي، وفي بيصب في الأوردة المخية العلوية، تحته عندنا الجيب السهمي السفلي الانفيرير ساجيتال ساينوس، وبيجتمع هذا مع الجريت سيربرال فين اللي هو هذا الجيب الوريد المخي الكبير أو يسموه وريد فاليم. بعدين بيروح بشكلنا اتحاد مع بعضهم بشكله الجيب المستقيم. الجيب المستقيم اللي بيصب بيلتقي مع الجيب السهمي العلوي وفي منطقة المثلث هاي بشكله أن هذا مجمع هيروفيل. من مجمع هيروفيل بعدين بيطلع عنا ترانسفيرس ساينوس واللي هو الجيب المستعرض، وبعدها بتابع بالسيجمويد ساينوس أو الجيب السيني. الجيب السيني بيروح بصب بالوريد
الانترنال جوجولار فين بالوريد الوداجي الباطن، وايضا قبل بالجيب المستعرض بيلتقي مع الجيوب فروع الجيوب الكهفي. هاي بشكل مختصر الجيوب الوريدي الدماغي. رح نحكي عن الخثار الوريدي الدماغي ونبدأ بحالة سريرية مريضة، انتبهوا للقصة المرضية، مريضة بالأسبوع الثاني بعد الولادة يعني بمرحلة النفاس، شكت من صداع شديد ثم أصبحت تعاني تدريجيا من هذيان وتلاه تدهور بالوعي وخدر في مؤخرة الرأس والرقبي، وبعد ذلك شعرت بخدر مفاجئ في يده وضعف عضلي مترقي رافقه صعوبة في الكلام وانحراف بزاوية الفم. الفحص السريري يبدي تسرع بالنبض وعلامات نزف، ما نعرفين علامات النزف شو قصده فيها، ضعف بالذراع الأيمن، وعند المريضة صمل تشنجي مع صعوبة بالبلع. بعد ساعات قليلة أصيبت بشلل بالطرف السفلي، وفي اليوم التالي عانت من نوبات صرعية جزئية ثم تحولت لاختلاجات معممة، وأخيرا دخلت المريضة في سبات ومن ثم توفيت. هاي القصة حدثت في عام 1822، وقتها لم يكن يتوفر تصوير طبقي محوري أو مرنان، وبالتشريح بعد الوفاة تبين أن التشخيص هو خثار وريدي دماغي في الجيب السهمي الطولاني. هلأ راح نحكي عن الحوادث الوعائية الوريدية، هي احتشاءات ناجمة عن وجود خثار في أحد الأوردة الدماغية أو أحد الجيوب الوريدية، نسبتها ما بتشكل نسبة 1% من الحوادث الوعائية الدماغية، تشيع بشكل أساسي عند الشباب والنساء في سن الإنجاب، في سن النشاط التناسلي أكثر شيء بتعرف عن النساء الشابات، وخصوصا بتكون بالقصة المرضية قصة تناول حبوب منع حمل أو قصة ولادي، أو بتكون بمرحلة ما بعد الولادة يعني بمرحلة النفاس. أسباب الخثار الوريدي الدماغي تصنف الأسباب إلى إنتانية، وأهم أهم الأسباب الإنتانية خثار الأوردة الدماغية هو التهاب الأذن الوسطى، ومنها بينتقل الإنتان إلى الجيب المعترض، وأسباب غير إنتانية هي متعلقة بثلاثة فيرشو. ثلاثة فيرشو مثل ما بتعرفوا هو الثلاثة المؤهب لحدوث الخثرة. عوامل الخطورة تتضمن كل الاضطرابات المتعلقة بثلاثة فيرشو، وهو ثلاثة فيرشو بشكل عام هو فرط القابلية للخثار والركودي الدموي وأذية جدار الأوعية، هذا اللي بيسموه ثلاثة فيرشو، فرط الخثار أو فرط القابلية للخثار. الأمراض الدموية يمكن لأي اضطراب في أي عامل من عوامل التخثر أن يكون عامل خطورة. الركودي الدموي مثل التجفاف وأمراض القلب الخلقية عند الأطفال، واضطرابات جدار الأوعي أو جدران الأوعي مثل أمراض المناعة الذاتي. أهم هاي العوامل أمراض المناعة الذاتية، الإنتانات والأمراض الحبيبومية، الأدوية وخصوصا حبوب مانعات الحمل الفموي، أيضا المتنازل النفروزي. المتلازمة النفروزية مثل ما تتذكروا قلنا بأمراض الكلي أنه بتأهب لحدوث الخثرات بسبب طرح الأنتي ثرومبين 3 بالبول، وبالتالي تزداد الأهبية لحدوث الخثار. الذوب الحمامي الجهازي، أيضا الحمل والولادة، الأورام ورضوض الرأس، عوز البروتين سي وإس، هي بدروسها في أمراض الدم بتأهب لحدوث الخثار، أمراض القلب، وأيضا اضطراب الصفحات والتجفف. انتبهوا، يوجد في ثلثي حالات الخثار الوريد الدماغي عامل مباشر أو فرط في الخثار من العوامل المؤهلة للخثرات الشريانية والوريدية هي الحمل والولادة، لكن ترجح الولادة على الحمل في نسبة إحداث الخثار الوريدي. مرحلة ما بعد الولادة
هي الحالة الوحيدة التي يشيع فيها حدوث الخثار الوريدي أكثر من الخثار الشرياني. بشكل عام الفحص الوصفي اللي بتكون عند مرضى الخثار الوريدي الدماغي أنه مريضة شابة، يا إما بتكون عم تتناول حبوب مع الحمل وبعدها بتطور عندها أعراض وعلامات وقت قح، صداع وغثيان وقياء، أو بتكون المريضة بمرحلة النفاس وبعدها بتطور عندها هي الأعراض. التشخيص السريع لخثار الأوردي الدماغي، تعود الموجودات السريرية إلى أحد سببين. الأول ارتفاع التوتر داخل القحف، حيث أن أهم ظاهرة للانسداد في الجيوب الوريدي هي ارتفاع التوتر داخل القحف، فغالبا نجد صداع وقياء وذمة حليمة عصب بصري وبتسبب أعراض معممة. الثاني هو بيكون ناجم عن أذية دماغية موضعة بسبب احتشاء أو نزف وريدة. إذا امتد الخثار من الجيوب إلى الأوردة اليمنى أو اليسرى سيسبب أعراض في الجانب الأيمن أو في الأيسر، وبيضغط على الشرايين ويسبب احتشاءات ونزوف دماغي. وغالبا بتكون الموجودات السريرية لدى كثير من المرضى هي ناجمة عن السببين السابقين، يعني أعراض ارتفاع توتر داخل القعر بالإضافة لأذي موضعي. الأعراض والعلامات أهمها هو الصداع، 90% من المرضى بيكون لديهم صداع وهو بشكل عام دليل على ارتفاع توتر داخل القحف. الصداع بيكون شامل ويترقى بالشدة خلال أيام إلى أسابيع ويشبه صداع الأورام، حيث أنه مستمر ويوقظ المريض من النوم. قلة من المرضى قد يعانون من صداع بارق أو يشبه صداع الشقيقة، قد يكون الصداع معزول بدون علامات موضعة أو وذمة حليمة عصب بصري، وذلك عند 25% من المرضى. الصرع يعني الاختلاجات يوجد لدى 40% من المرضى، إما صرع بؤري أو معمم. أعراض وعلامات أخرى يمكن أن تظهر أذية دماغية ثنائية الجانب حركي أو حسي، وذمة حليمة العصب بصري بسبب ارتفاع التوتر داخل القحف. أيضا قد يترافق مع اضطراب في الوعي مع أي حادث وعي دماغي. بعض المرضى قد يشكون من صداع أو أعراض موضعة، تراجع في الوعي وارتفاع توتر داخل القحف. يمكن أن يتظاهر الخثار على شكل أعراض مترقي تدريجيا، في 56% من الحالات تترقى الأعراض لأكثر من 48 ساعة وقد تمتد حتى 30 يوم. كيف نتوجه إلى أن الحادث وعائي دماغي هو حادث وريدي؟ إذا وجدنا صداع وصرع وذمة حليمة عصب بصري واضطراب في الوعي، إضافة إلى وجود قصة إنجاب أو حوادث وريدية سابقة أو قصة استعمال لمناعات الحمل الفمود، هاي كثير مهم. التشخيص الشعاعي طبعا هون التصوير الطبقي المحوري مع أو بدون حقن غير مشخص في جميع الحالات، ولكن يمكن الاعتماد على التصوير الطبقي المحوري مع أو بدون حقن لتحري وجود كثافة تدل على خثرة في أحد الأوردة أو الجيوب الوريدية. سابقا كان تصوير الأوردي الشرايين والأوردي هو يعني التشخيص الذهبي للخثار الوريدي، لكن الآن حل محله التصوير بالمرنة، بيكون التشخيص الأكيد باستخدام الـ MR فينوغرافي، هذا بسموه الـ MRV، MR التصوير الأوردي الضليل بالمرنان، مرنان خاص بالجمل الوريدي ويجرى عادة بدون حقن من خلال محاط انقطاع إشارة الجريان في الجيب الذي يحوي الخثر. أحيانا قد يتظاهر الخثار الوريدي على الصورة الشعاعية على شكل انسداد بأحد الجيوب الوريدي أو نزوف فقط أو نزف ضاغط على أحد الشرايين أدى لاحتشاء. هوني بهالحالة هي ميزة الاحتشاء أو النزف اللي بيكون مترافق مع خثار الأوردي الدماغي أنه ليس له توزع شرياني. من العلامات اللي قد تشاهد بتصوير الطبق المحوري الضليل علامة الدلتا الفارغة بالتصوير الطبقي المحوري مع حقن مادي ضليلي، هاي بتدل على خثار في الجيب السهمي العلوي وبتكون إيجابية في 30% من الحالات فقط. هوني حواف الخثرة بتعزز المادي الضليلي والحواف تظهر على شكل كثافة مرتفعة
نسبة للخثرة التي تكون كثافتها أقل، وسبب في ذلك وجود أوردة محيطية بالخثرة تعزز المادة الضليل. هون هي علامة الدلتا الفارغة بالتصوير الطبقي المحوري، هون بتدل على خسار في الجيب السهمي العلوي، وهي هون مثل ما كنا شايفينها بمؤخر الدماغ، هي علامة الدلتا الفارغة. لاحظوا الحواف اللي راسمه شكل دلتا معزز المادي الضليلي، اما بمنطقة الوسط فبتكون الخثرة هون اقل كثافة، فهي بسموها علامة الدلتا الفارغة، او احيانا بسموها علامة الاوكي، علامة الاوك. هون بهالصورة هاي على اليمين خثار وريدي دماغي، تظاهر على الصورة التصوير الطبقي المحوري على شكل نزف دماغي. أما باليسار هوني يلاحظ، هاي صورة رنين مغناطيسي، يلاحظ تعزيز أو ارتفاع الإشارة بالجيب السهمي العلوي، هذا بدل على خثار بالأوردي في الجيب السهمي العلوي. هلا هاي الصورة ما هي واضحة، راح اجيبكم. هاي صورة رنين مغناطيسي اللي سميناه الام ار فينوغرافي، لاحظوا الجيب المستعرض الايمن هو في انقطاع بالتروي فيه، فهذا بدل على خثار في الجيب المعترض. قارنوه مع الطرف الآخر بتلاحظ في انقطاع بالتروي، فهذا بدل على خثرة في الجيب المعترض. هلا علاج الخثار الوريدي الدماغي بيتضمن إجراءات عامة والعلاج بمضادات التخثر والعلاج بحالات الخثرة. إجراءات عامة، رفع رأس المريض لانه بكون عنده اعراض ارتفاع توتر داخل القحف، لذلك بنرفع الراس شوي حتى تخف الاعراض خصوصا الصداع، والتحقق من عدم انسداد المجاري التنفسي، مراقب المريض في العين المشدده اذا امكن، وضبط الضغط الشرياني حرصا على عدم ارتفاع الضغط داخل القحف، لانه بالاصل هو بكون عنده ارتفاع بالضغط داخل القحف. ماذا يمكن فعله أمام مريض عنده فرط توتر داخل القحف؟ يمكن إعطاء المدرات مثل أسيتازولاميد اللي هو دياموكس، هذا قلنا من مثبطات إنزيم الكربونيك إنهيدراز، تأثير المدر قليل ولكن بيساعد بتخفيض الضغط داخل القحف، وأيضا حمي السوائل وذلك لخفض الضغط داخل القحف. أيضا يمكن إجراء البزل القطني المتكرر، يجرى في الحالات المتوسطة والخفيفة ولكن ليس في الحالات الشديدة المهددة للحياة، مع مراقبة الساحة البصرية والقدرة البصرية وتنظير قعر العين. وفي حال فشل البزل القطني المتكرر يمكن إجراء شنط لتخفيف الضغط عن العصب البصري، أو نجري توسيع لفتحة مخرج العصب البصري لحمايته من الانضغاط والضمور. أيضا يمكن إعطاء الكورتيزونات وخصوصا مركبة ديكساميتازون لتخفيف الوزن الدماغي. في بعض الحالات قد يلجأ للتخدير بالباربيتورات أو إجراء سوبات دوائي، إعطاء الباربيتورات بكميات معينة تدخل المريض بسوبات عكوز وتخفض التوتر داخل القحف. الجراحة، ثقب الجمجمي لتخفيف النزف وعلاج الخثار بحد ذاته وتخفيف امتداداته. مضادات التخثر، طبعا سابقا كانت ما تعطى مضادات التخثر حتى اوائل القرن العشرين، تجنب معظم الاطباء اعطاء الهبارين في حالات الخثار الوريدي الدماغي لان الاحتشاءات الوريديه عاده احتشاءات نازفه، واعطاء الهبارين يمكن ان يزيد النزف. تم بعد ذلك إجراء دراسي في ألمانيا على 20 مريض، 20 مريض، 10 مرضى منهم عولجوا بالهبارين و10 مرضى أعطوا البلاسيبو أو الدواء الغفل أو الدواء الكاذب يعني ما في شيء.
وهي دراسه دلت على نجاعه العلاج بالهبارين حتى بالحالات اللي فيها نزف، وتضمنت النتائج بعد 3 أشهر ميل. المرضى المعالجين بالهبارين 2 مرضى شفوا شفاء تام، ومريضين بقي لديهم عقابير عصبية خفيفة. أما المرضى الذين لم يعالجوا بالهبارين، مريض واحد شفي شفاء تاما، و6 مرضى احتفظوا بعقابير مرضي هامة، و3 مرضى توفوا. ومنه كخلاصة يفيد الهبارين في الحوادث الوريدية في منع تفاقم الحالي، حيث يمنع امتداد الخثار لكامل الجيوب أو الأوردي الدماغي، وأيضا بيساعد بخفض ارتفاع التوتر داخل القحف اللي هو المشكلة الكبرى لدى معظم المرضى. العلاج بحالات الخثرة، على الرغم من أن المرضى يتعافون بالعلاج بالمميات، لكن 9 إلى 13% من المرضى يبقى إنذارهم سيء. في 4 دراسات على 114 مريض لوحظ عودة جيران الدموي عند 82.5% منهم بعد 3 إلى 6 أشهر من استخدام حالات الخثرة، وهذه النتيجة أفضل من النتيجة التي حصلنا عليها باستخدام المميات. ومع ذلك فإن حالات الخثرة ما زالت تستخدم في الحالات، لا تستخدم بشكل روتيني، لكن تستخدم في بعض الحالات التي تدهور فيها الحالي السريري بالرغم من استخدام المميعات، أو في حالات ارتفاع التوتر داخل القحف التي تترقى بالرغم من اتباع كل الوسائل في علاج. على الرغم من التقدم بالسنوات الأخيرة، فإن الأدب الطبي يبقى وصفيا، والمقارنة بين المميعات وحالات الخثرة لا تزال قيد دراسي. لكن بشكل عام علاج خثار الوريدة بالأوردة الدماغية عادة يعالج بالمميعات بشكل أساسي، الهبارين أو الوارفارين، وتطبيق حالات الخثرة هو عبارة عن شغلات لساتها يعني في طور الدراسات ولا تطبق عادة بشكل روتيني. وبشكل عام حتى ما الواحد يدوخ زيادة، بيتضمن التدبير علاج السبب. ففي حال كان السبب إنتاني مثل التهاب الأذن الوسطى يجب علاجه، وأيضا العلاج العرضي والوقاية من اختلاطات ارتفاع التوتر داخل القحف مثل محاولة تخفيض الضغط داخل القحف مثل إعطاء الأسيتازولاميد أو الوسائل الأخرى، البذل القطني المتكرر أو حتى تركيب شنط دماغي، والوقاية من نزف والاحتشاء الوريدة، ويتضمن بشكل نموذجي إعطاء المميعات سواء كانت الوارفارين أو مركبات الهبارين. ولهون بكون وصلنا لنهاية محاضرتنا، ووصلنا لنهاية محاضرات الحوادث الوعي الدماغي. إذا في حدا عنده سؤال يتفضل. والله يا دكتور دوخنا شوي بالشريان، يعني نستنى أسبوع، كاتبين نستنى أسبوع نبلش علاج المميعات. يعني الأسبرين من دخله مباشر حكيم؟ إيه، بالحوادث الوعائية الدماغية من منشأ قلبي، إذا ما كان عند المريض استطباب ملح لإعطاء المميعات عادة ننتظر لمدة أسبوع، بنعطي بس فقط أسبرين، تمام؟ ما بنعطي مميعات حتى لأنه خوفاً من حدوث عادة الاحتشاءات الدماغية اللي بيكون من مصدر قلبي بسبب إطلاق الصمات، عادة بتكون ميالة نحو النزف، تمام؟ فحتى ما يصير نزف ضمن الاحتشاء عادة نتروى بإعطاء المميعات إذا كان مصدره قلبي، ولكن ما في استطباب ملح لإعطاء الهبارين أو الوارفارين. أما المرضى اللي بيكون عندهم خثرات بالأذين اليسرى أو مريض عنده صمام صنعي، فبهيك حالات لا، بدنا نعطي المميعات. أما إذا ما كان عنده هالاستطباب ملح لإعطاء المميعات، ننتظر لمدة أسبوع ومنعيد التصوير الطبق المحوري، ووقتها منفكر بإعطاء المميعات بس بالحالات القلبية، يعني اللي بيكون احتشاء دماغي ناجم عن مصدر قلبي.
تحكيم الريفاروكسابان يعني بنعتبره من المميعات ولا من طبعا يعني من جماعة الأسبرين؟ لا لا، من المميعات. الريفاروكسابان هي مضادات تخثر الحديثي بسموها، مو من مضادات التصاق صفيحات. مضادات التصاق صفيحات شيء ثاني، شيء اخر. هذول بيشتغلوا على العامل العاشر المفعل، بسموه مضادات التخثر الحديثي، اسمه الريفاروكسابان، واسمه التجاري الريفارو. هذا ميزته بس انه ما بده مراقبه باستعمال الاي ان ار مثل الوارفارين، ولكن هو بيعطي نفس تاثيرات المميعه للوارفارين. لكن الوارفارين بدنا نراقب زمن والاي ان ار. يعني بصير نعطيه بدل الكليكسان حكيم الريفاروكسابان اذا كان مثلا عمليات جراحيه التهاب وريد خثري؟ طبعا في اضطرابات معينه، ولكن مثلا هلا الريفاروكسابان يعني هو بيحل محل الوارفارين كاستطبابات، ولكن في بعض المرضى ما فيك تعطيه، مثل مرضى صمامات القلب الصنعي. تمام، مرضى صمامات القلب الصنعي ما بصير تعطيهم الريفاروكسابان، لانه لازم يحققوا درجه تميع معين. لا، مثلا مريض عنده صمام قلبي صنعي، بعد ما ترقم صمام القلب الصنعي وتعطي الهبارين بعد المرحله الحاديه، بدك تعطيه الوارفارين مدى الحياه. وارفارين. تمام، بدك تحافظ على نسبة الاي ان ار بين 2.5 ل 3.5. تمام، عند المريض هذا. مثل هذا المريض ما فيك تعطيه الريفاروكسابان، لانه انت لازم تحقق نسبة تميع. اما بالريفاروكسابان ما بتعرف انت قديش درجة التميع اللي عم تحصل عند المريض. هو بيستعمل محل الوارفارين مثلا عند المريض اللي مثلا بيكون عنده دي في تي، بدل ما نعطيه الوارفارين ممكن نعطاه الريفاروكسابان. اما عند مرضى صمامات القلب الصنعي ما في تعطيه، ولكن هو يقوم بنفس الادوار التي يقوم بها الوارفارين. هو يعتبر مضاد، يعني من المميعات او مضادات التخثر، بسموه الانتي كوغليشن وليس الانتي اجريجيشن. هذاك مضادات التصاق صفيحات، الاسبرين والكلوبيدوغريل، هذولاك يعتبروا مضادات التصاق صفيحات وما بيشتغلوا على عوامل التخثر. يعني حكيم لأن في أدوية بالسوق مدموج فيها الأسبرين والكلوبيدوغريل، يعني هاي بالأمراض القلبية مو نفس الجمرة ولا يعني بصير نعطيين سوا في الأمراض القلبية؟ هلا في حالات كثير بنعطي فيها، مثلا مرضى احتشاء العضل القلبي أو مرضى نقص التروي القلبي اللي مثلا بيكون عنده ضيق بالشريان الأمامي النازل أو التضيق بالشريان الأيمن، بركبوا لهم شبكات. فهدول المرضى بدك تعطيهم اسبرين وكلوبيدوغريل. هلا مثلا الكلوبيدوغريل يعطى مثلا لمده سنه بعد تركيب الشبكه، وهو بالاصل بده ياخذ اسبرين، فهدول يمكن المشاركه بيناتهم، ما في اي مشكله ابدا يعني. او مرضى مثلا عنده ضيق بالشريان السباتي وحصل عنده حادث وعائي دماغي عابر، بدك تعطيه الاسبرين والكلوبيدوغريل، فما في مشكله باشراكهم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.